بيت ع نفس المسلسل هاد وعيت عشف انتحار بعد كل شي اللي ضلوا قراب شراوا لضرني بحال زينه وكاملة بالأوصاف كسرت كفوف ميزان ما نسيتكيش علاش مازال وبعيد علاش مازال معلومهم لسه شايف حالي فيك كل يوم اسمه مؤلسة لليوم ما نسيتك ما ضلش منك غير طيفك ونس أثاثي في بيتي وفجأة جيتي وكنتي كيفك قولي لي كيفك مش اغنيتك بس كان العام برعاية طيفك فكل العام مش بخير واللي قالوا بتشبهي تشرين اكيد مذاق وصيفك المهم انا تمام من يومين بنام ما عملتش قصة من حوالي هالعشر ايام صحيح بطلت دخان بس لسه كل مزعل بلف عشان ما حسش بعمال صحابي المش محبوس مات حبي زيهم واحد غاد وواحد غاد وانسي كل شي بس جد زي ما قالت امي بعد ما يكونوا جداد كل الناس اوغاد كل الناس اوغاد واحسن لانه احنا ببعاد احسن نلتقي بدمي عاد احلى كل ما الشوق زاد نحمى كنا لسه ولاد في رحلة ايه وماريا درتي بيا عمري جرى ولا ما ترجعش ليا اي وماريا اي وماريا شدرتي بيا ولا ما ترجعش ليا مين اكون مين اعظم من عرفتي لو بيسألون اغلى من خسرتي لو بيشترون اعلى ما وصلتي بعدي بيسقطون بادي بان كل الحكي ماضي كل الحكي كان انت اخترتي راضي والله بهالمكان جاي اشيل اغراضي وصور من جدران تهي فيني شياطيني من اذار كثير اعذار الحد يسد في شراييني بحجز تذكره وبتمنى الصدفة تجيبك نايميني كل شهور السنة بتمشي لسه عالق في تشريني ايام ما كنتي بتوهميني لسه عالق وسط الوقت ايام ما كنتي بتوعديني ببيع من قبل تبيعي ما بخسر انت خسريني الله معك وانا ربي اللي بيعيني ايه وماريا شدرتي بيا